في ظل هذه الزيادة ترى أخوانكم الفريق الطبي والوطني يعني ما وقفوا مكتوفي الأيدي. نعم في هناك زيادة في الأعداد، ولكن ما عندنا حالة لم تستل يعني ما تلقت العلاج أو ما حصلنا لها سرير إن يكون متواجد. يعني زدنا في عدد الأسرة، زدنا من أعداد الطاقم الطبي، زدنا من وتيرة الفحوصات اللي وصلنا فيه 20%، زدنا من عدد التطعيم اللي تصل ما بين 12,000 إلى 15,000. غيرنا من عملية التصنيف، قمنا بعدة تعديلات في مركز الشامل. فهناك أمور كثيرة إيجابية قاعد تحدث. ليش ننظر إلى فقط الأرقام وننسى أن هناك أمور إحنا قاعدين نبني عليها وقاعد نحاول نسد من أي نقص يكون موجود؟ لكن السؤال الأمثل، هل هناك تعاون من الجميع علشان تظهر هذه الخطة اللي وضعوها أهلكم وإخوانكم من فريق البحرين للخروج من هذه الجائحة؟